ومرحبا، رجعنا لكم بالفيديو الأسبوعي لصفحة اليوفنتوس كل ثلاثاء. أكيد متذكرين الأسبوع الماضي حكيت عن الأسباب. هذا الأسبوع راح أحكي عن أكثر المنتجات اللي ممكن أنه نستخدمها حتى نحافظ على بشرتنا من علامات تقدم العمر، اللي هي المنتجات سواء كريمات أو سيرامز تحتوي على الفيتامين سي، الفيتامين أي اللي هو الريتينول، و الفيتامين اي. هاي الثلاث فيتامينات هي تعتبر انتي اوكسيدنت، تحفز الكولاجين الموجود ببشرتنا فتنطينا نضاره وتنطينا شد للوجه وتقاومنا علامات تقدم العمر، بالاضافه الى استخدام الواقي الشمسي بشكل يومي صباحا وتجديده دائما، وكذلك الهايلورونيك اسيد ممكن انه يساعد على انه يملي الوجه. الهيالورونيك أسيد ممكن أنه نستخدمه يساعد بهذا الموضوع، واللايف ستايل والأكل والنوم وشرب الماء.